معلش يا عم. اصحى اخوياي مو كفو، اخوياي ما يفزعون الا في شوي، في واحد اسمه جاسم ما يدش، خالد خالد ولا ما يدش يا شيخ، انادي كل ما يدش، انادي العالم ما يدش، ليش يا ربي ليه ليش؟ انا نفر في مسلم، اما هم كفرين، استغفر الله. انا نفر يبي خلاص بلا في شكلك، خلاص الحين يا رب في احد يدش، اذا ما في احد في يدش والله مزمارية نادي العيال. ايه تمام ماشي، يعني اذا وصلت 200 والله بطلع خشتي واقسم بالله 200 مشترك، قلت حي المسخرة. لا خلاص وليت عندي اياها الأمانة، الناس كلهم عندهم مرقص إلا أنا. تعال أنا بنزل ريتال، أنا ذبحت قبل شوي عشان أنا مال أمي دخل صلاح، بس ما أدري ليش أسوي كذي حق ما أدري الجير في الوسط، تعرفه؟ إذا تعرفه مبروك، تستاهل 1000 دينار إذا تعرفه. جوك جوك أوه، لا أدق خشمك الحين لو حدش الحين بعدين يصير في شيء، لا هاي والله لا أدق خشمك. تعال إذا في أحد يبي فزعة أنا باجي لكم بسافر. يا اخي ابي اصير مثل حمان، ابي اصير مثل راكان، بس عيال بعطيكم شر، يقول انا ما عندي مشتركين. يقول اني اتحزم 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 وردها انا شم. قلت لكم حظي زي اللهب، طبعا نطيع يا ولد. انا ما اعرف انت كريبر ما ادري وش اسمه، طيارة لا فاشلة فاشلة راحت الفاشلة، لا لا حد يشوف لا حد يشوف يا ولد. انا ابي واحد قوي يفزع، بقول لكم يا شعر، يا اذا تسمعون بقول لكم شعر، يقول خوي يفزع على خوي الثاني، واذا طلب السلف والله يسلف على الثاني، واذا طلب الموتر والله يعطي الموتر الثاني، وكل شيء الخوي الثاني اللي عطاله هاي ان الاولى اللي اخذها منه يعطي له سيارة روز رايس، ايش رايكم؟ لبرقيني بعد وبيت، ايش رايكم؟ ما طلعتكم يا عاد،
خلاص ادي لي بس ريال والله بعطيك، استغفر الله بس يمكن بعطيك البرجيني يا اخي الرزرايز يمكن تخيل. بس انت ايش بك انت؟ يمكن بعطيك 10 ستور لو اعطيت لي الريال، ترى ما تكفي بس عشان هذه. يا رب بكره اجيب 90 بالله، واللي يقول له حب الله يحب وجهك. لا اله الا الله، يا رب يا رب اجيب هاي كلها، هاي كلها طيب. يا رب اجيب هذا بعد كل الاتم شوب. ما طلعتكم بس لا خلي واحد يضرب ورطة كذا. تعال لا تزعلوني، هكا في واحد خوي دش بس الله ياخذ هذا 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 الحساب. خالد واحد اسمه، خلي يدش يا ابويا. ما تدشون، حصلت شتقنين بس اثنينهم اخذوا، حصلت ام 16 بس ما تنفع. طلقت انا نزلت عند هنا.